استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق للسلام على جلالته بمناسبة زيارة سموه الرسمية للمملكة. ونقل ضيف البلاد الكريم إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والنماء. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بسمو ولي عهد أبو ظبي وبزيارته لبلده مملكة البحرين وأبلغه بنقل أخلص تحياته وتمنياته إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولشعب دولة الإمارات الشقيق دوام الرخاء والازدهار. كما تبادل جلالته مع سموه الأحاديث التي تعبر عن عمق الأواصر التاريخية الأخوية والصلات المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين. وأشاد رعاه الله بالدور الريادي الذي يطلع به أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم وتطوير هذه العلاقات المتميزة وبالمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة سموه على الساحة الإقليمية والعالمية وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الأصعدة، مؤكدا جلالته على تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والتعاون الوطيد والتنسيق المشترك. وأثنى جلالة الملك المعظم على جهود سمو ولي عهد أبو ظبي في خدمة وطنه وشعب الإمارات وتعزيز مسيرة النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة الشقيقة على كافة المستويات. وتقديرا لسمو ولي عهد أبو ظبي الشقيقة في دعم روابط الأخوة التاريخية العريقة الراسخة والتعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، فقد أنعم جلالة الملك المعظم بوسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة القلادة على سموه تقديرا لجهوده ومساهماته الجليلة. تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الشقيقة في دعم روابط الأخوة التاريخية العريقة الراسخة والتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع المجالات. العام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وسام النهضة الملك حمد في الدرجة الممتازة القلادة على سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي تقديرا لجهوده ومساهماته الجليلة. ومن جانبه أعرب سمو ولي عهد أبو ظبي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه جلالة الملك المعظم وعن عميق شكره وتقديره وامتنانه لجلالته على منحه هذا الوسام ولما حظي به والوفد المرافق من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال والوفد المرافق، مثمنا عاليا جهود جلالته رعاه الله وما يليه من اهتمام وحرص دائم على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتوثيق الروابط التاريخية التي تجمع شعبيهما الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات البحرينية الإماراتية قوية وراسخة وتحظى بدعم ورعاية القيادتين الحكيمتين حفظهما الله.